الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج، كلهم يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. سبق معنا شطر من هذا الحديث، نصفه الأول تقدم معنا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وقلنا معناه بإجماع أهل العلم أن المراد من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس وأتم ما بقي بعد طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، وليس المراد أنه اقتصر على ركعة واحدة، هذا الظاهر لم يقل به أحد من أهل العلم. إذن قوله من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، أي فأضاف إليها ركعة ثانية فقد أدرك الصبح، وليس المراد الاقتصار على ركعة واحدة، فالركعة الواحدة لا تتم بها صلاة الصبح، لا بد من أن يضيف إليها ركعة. هذا تقدم. الشطر الثاني في الحديث قال: ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وقد ذكرنا أيضا ما أشرنا إلى معناه، يعني تهو مؤول بنفس ما سبق. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، أي قبل أن تغيب الشمس، أن يغيب قرصها، قرص الشمس يغيب. من أدرك ركعة قبل غياب قرصها ثم أتم ما بقي بعد غروب الشمس فقد أدرك العصر. واضح المعنى؟ أي. اختلف الفقهاء هل صلاته كلها أداء أو ما كان في الوقت أداء وما كان خارج الوقت قضاء. قولان، والقولان عندنا في المذهب. قال بعض أهل المذهب وهو المشهور أنها كلها أداء، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. إذن إذا صلى الإنسان ركعة قبل غروب الشمس وأتم الركعة الأخرى بعد الغروب فهي كلها أداء. وقال بعض أهل المذهب بالتفصيل: الركعة الأولى تعتبر أداء والركعة الثانية تعتبر قضاء، وهو قول سحنون من المالكية، وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء. إذن الشاهد في الشطرين من الحديث، في الأول اللي كيتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الصبح، وفي الثاني الذي يتحدث فيه على العصر، لا بد من زيادة ركعة ليدرك الإنسان الصلاة، وتعتبر الصلاة كلها أداء على المشهور من القولين في المذهب. مفهوم قوله من أدرك ركعة، مفهوم المخالفة أن من أدرك أقل من ركعة قبل أن تغرب الشمس فلم يدرك العصر، بمعنى لا تعتبر أداء. وكذلك من أدرك أقل من ركعة قبل أن تطلع الشمس، أقل من ركعة قبل أن تطلع الشمس وصلى ما بقي بعد طلوع الشمس لم يدرك الصبح، بمعنى لا تعتبر أداء. مش لم يدركها لم يصليها ولا تجزئه، لا، صلاها، إن أتمها فقد صلاها وتجزئه وتبرأ بها الذمة، لكنها لا تعتبر أداء، صلاها خارج الوقت كلها تعتبر قضاء بلا خلاف. هذه الصورة لا خلاف فيها، إذا أدرك أقل من ركعة قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الشمس، قبل غروب الشمس للعصر وقبل طلوع الشمس بالنسبة للصبح، فهي كلها قضاء ومجزئة تبرأ بها الذمة، لكن إذا لم يكن معذورا فهو آثم مستحق للإثم، لأنه أخر الصلاة وأخرجها عن وقتها. طيب، هذا الحديث فيه تخصيص هاتين الصلاتين بالذكر دون غيرهما، مع أن الحكم عام. كذلك يقال من أدرك ركعة من العشاء قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك العشاء، ولا لا؟ من أدرك ركعة من صلاة العشاء قبل طلوع الفجر فقد أدرك العشاء. لو أن أحدا صلى ركعة قبل طلوع الفجر ثم الركعة الثانية والثالثة والرابعة، الركعة الثالثة صلىها كلها بعد طلوع الفجر فقد أدرك العشاء، أي تعتبر صلاته أداء على المشهور، وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء. واضح المعنى؟ إذن نفس الشيء يقال في العشاء، يقال أيضا في الظهر آخر الظهر كما تقدم أن يصير ظل كل شيء مثله، فمن صلى ركعة قبل هذا وركعة بعد دخول وقت العصر فقد
أدرك الظهر كذلك. إذن هذا الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس خاصا بالعصر والمغرب، هو عام في جميع الصلوات. فكل من أدرك ركعة من أي صلاة من الظهر، شنو باقي لنا دابا؟ الظهر والمغرب والعشاء. إذن من أدرك ركعة من هذه الصلوات الظهر والمغرب والعشاء في آخر الوقت، وما بقي من الركعات بعد دخول وقت الصلاة الموالية، فهم؟ أدرك ركعة من الظهر قبل دخول وقت العصر، والركعات الأخرى ديال الظهر صلاها بعد دخول وقت العصر. كذلك في المغرب ركعة قبل دخول وقت العشاء وما بقي بعد دخول وقت العشاء، وهكذا. فقد أدرك تلك الصلاة بمعنى تعتبر أداء، لكنه آثم على التأخير إن كان لغير عذر. إن كان التأخير لغير عذر فهو مستحق للإثم، لأن التأخير لا يجوز، تأخير الصلاة وإخراج بعضها عن الوقت أمر لا يجوز. طيب إذا كان الأمر عاما، فلماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الصلاتين بالذكر؟ فهذا الحديث تكلم على طلوع الفجر وعلى غروب الشمس. الجواب لأمور. الأمر أول، أولا لأنهما طرفا النهار، لأنهما طرفا النهار، غروب الشمس هذا طرف النهار في العشي، وطلوع الشمس طرف النهار في الصباح، طرفها صباحا طلوع الفجر وطلوع الشمس، ومساء غروب الشمس. ومقرر ومعلوم دابا الأصل أن الشرع، الشارع الحكيم لما فرض الشرع الصلاة وحدد لها وقتا، فالأصل الذي فهمه الصحابة من هذا أنه يجب أداء الصلاة داخل الوقت، ومن أدى الصلاة فعل الصلاة أوقعها خارج الوقت فهي صلاة غير صحيحة. هذا هو الظاهر من أول التشريع، لأن الشارع أوجب الصلاة وحدد لها وقتا. إذن فمن أوقع الصلاة خارج الوقت كان كمن لم يوقعها، كمن لم يصلي. فإذا الصحابة ربما يتوهمون إذا كان الواحد منهم، هذا في أول الأمر يعني كنقصد في بداية التشريع، فإذا كان الواحد منهم يصلي العصر وغربت عليه الشمس قد يظن أن صلاته بطلت، لأنه مأمور أن يؤديها داخل وقتها وهو الآن يصلي بعضها خارج الوقت. وكذلك يقال نفس الشيء في الصبح. فلرفع ولإزالة هذا الإيهام بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أدرك ركعة قبل غروب الشمس أو ركعة قبل طلوع الصبح فقد أدرك الصلاة فليتمها، فليتمم لا بأس، فقد أدركها. واضح المعنى؟ طيب غتقول هاد الشيء فهمناه، ولكن لماذا، مازال نفس السؤال، لماذا خصت بالذكر؟ لأن هذا الكلام يقال حتى في الصلوات الأخرى. فالجواب خصت بالذكر لأن خروج وقتهما ظاهر واضح، سبب خروج الوقت أمر ظاهر واضح لا يلتبس. الإنسان وهو يصلي فإذا العصر فإذا غربت الشمس يعلم بخروج الوقت داخل الصلاة، لأن سبب خروج الوقت ديال العصر واضح ظاهر، وهو غياب قرص الشمس. كذلك طلوع الشمس وهو يصلي الصبح طلعت عليه الشمس، سبب خروج وقت الصبح ظاهر وهو طلوع الشمس. إذن فلأن سبب هاتين الصلاتين ظاهر نص عليهما النبي صلى الله عليه وسلم ليقول، علاش؟ كأنه يقول للمصلي أتمم صلاتك فإنها صحيحة تبرأ بها الذمة. واضح المعنى؟ طيب فهمتوا المسألة الأولى، لماذا خشي وقوع الإيهام؟ لأن الشارع لما أمر بإيقاع الصلاة داخل الوقت الصحابة لم يفرقوا بين الجزئين، لأن الصلاة عندنا فيها جوج الأجزاء، الجزء الأول إيقاع الفعل، والجزء الثاني كون ذلك داخل الوقت، كون الإيقاع داخل الوقت. الصحابة، وهذا هو الذي يستفاد من خطاب الشرع، أنه لا فرق بين الجزئين، كما يجب الإيقاع يجب المحافظة على الوقت. ما كنقولوش الإيقاع أهم من الوقت فلا بأس أن توقع في أي وقت شئت، لا، كما أن الإيقاع ضروري فكونه في الوقت أيضا ضروري، هما جزآن للتكليف، إيقاع الفعل وكون الفعل داخل، هذا هو الذي فهم من فرض الصلاة. ولهذا إذا كان الواحد منهم يصلي العصر فغربت عليه الشمس غادي يقول مشى لي جزء مطلوب في الصلاة، لأن الصلاة مركبة من جزئين، من إيقاع الفعل ومن كونها في الوقت، غيقول مشى الوقت وبالتالي صلاتي بطلت أو فاتت، ما عندي كي ندير نصليها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمكن أن
أن يصليها وليتم صلاته وصلاته مجزئة. لهذا نص إذا قلنا على هاتين الصلاتين، لأن سبب خروج الوقت فيهما ظاهر بين واضح قد يدركه الإنسان وهو داخل الصلاة. ثم أمر آخر زيادة على ما ذكرنا، أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند شروق الشمس وعند غروبها، وبين صلى الله عليه وسلم أنها تطلع على قرني شيطان وتغرب على قرني شيطان، نهى عن الصلاة في هذين الوقتين. فهذا النهي العام قد يفهم منه هذا الشيء في أول التشريع في أول الأمر، قد يفهم من هذا النهي العام النهي عن إيقاع الصلاة عند شروق الشمس وعند غروبها أن الإنسان إذا كان يصلي وطلعت عليه الشمس لا يجوز أن يصلي، لأنه قال لهم لا تصلوا إذا طلعت الشمس إذا غربت، لأنها تطلع على قرني شيطان وتغرب على قرني شيطان، فخشية أن يظن أن هذا داخل في النهي بيّنه. إذن هذه كلها أسباب للبيان لينص النبي صلى الله عليه وسلم على هاتين الصلاتين بالخصوص. هذه علل كلها اللي كنذكروا، علل ديالاش لماذا خص هاتين الصلاتين بالذكر وجميع الصلوات لها نفس الحكم. الجواب هذا أمر آخر، أنه نهى عن الصلاة عند شروق الشمس ونهى عن الصلاة عند غروب الشمس، فهم قد يأخذون من العموم أنه إذا كان الواحد يصلي الصبح وطلعت عليه الشمس لا يجوز أن يصلي، وإذا كان يصلي العصر وغربت عليه الشمس لا يجوز أن، فرفعا لهذا الإيهام قال لهم فقد أدرك الصبح فقد أدرك العصر، يعني فليتم ما بقي من صلاته بعد الغروب وبعد الطلوع. وقد جاء في رواية، طيب هذه واحد الفائدة نختم بها، اعلموا أن هذا الحديث من أدرك ركعة من العصر ومن أدرك ركعة من الصبح جاء في رواية بالعكس، جاء بتقديم الصلاة على الركعة. دابا الرواية اللي عندنا في الموطأ أش فيها؟ تقديم الركعة على الصلاة، على اسم الصلاة. قال من أدرك ركعة من العصر، من أدرك ركعة من الصبح، وجاء في رواية من أدرك من الصبح ركعة، من أدرك من العصر ركعة. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الرواية اللي فيها تقديم الركعة وجه ذلك، وجه ذلك أنها هي السبب الذي به الإدراك، وجه رواية تقديم الركعة هي اللي عندنا في الموطأ من أدرك ركعة، قدمت الركعة على الصلاة من الصبح من العصر. ما وجه تقديم الركعة؟ الجواب لأنها السبب الذي به الإدراك، بمعنى تلك الركعة هي سبب إدراك الصلاة، من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. إذن فلما كانت الركعة الكاملة سببا لإدراك الصلاة كلها ابتدئ بها لأهميتها. فين كاين الأهمية؟ لأنها سبب الإدراك، بها تدرك الصلاة كلها. هذا وجه تقديم الركعة. وفي رواية من أدرك من الصبح ركعة، من أدرك من العصر ركعة. ما وجه تقديم الصلاة على الركعة، اسم الصلاة اللي هو الصبح أولى العصر؟ الجواب وجه ذلك أنهما أي الصبح والعصر الاسمان الدالان على هاتين الصلاتين دلالة خاصة تتناول جميع أوصافها. لأن دابا شنو الفرق بين العصر وركعة من العصر؟ العصر هذا اللفظ يدل على الصلاة كلها بجميع أوصافها وكل ركعاتها، أما عبارة ركعة فإنها تدل على جزء من تلك الصلاة، لأن الركعة جزء من الصلاة من العصر ومن الصبح. إذن وجه تقديم الرواية اللي فيها تقديم الصلاة على الركعة، من أدرك من الصبح ركعة، ما أدرك من العصر ركعة، الجواب لأن هذين اللفظين دالان على هاتين الصلاتين دلالة خاصة تتناول جميع أوصافها بخلاف الركعة، فإنها دالة على جزء من الصلاة. فقدم في الرواية قدم اللفظ الأعم الجامع. شنو هو اللفظ الأعم الجامع؟ هو اسم الصلاة، من أدرك من الصبح من أدرك من العصر اسم الصلاة، هو اللفظ الجامع قدم في الكلام. والحديث هذا الذي تكلمنا عليه الآن في الدرس الماضي وفي أول هذا الدرس خرجه البخاري ومسلم. يوجد عند البخاري من طريق القعنبي عن شيخه القعنبي، وعند مسلم عن يحيى، وكلاهما يرويه عن مالك. إذا رواية البخاري ومسلم تمر من طريق مالك في الموطأ، غيمر الإسناد من هذا الإسناد اللي عندنا هنا في الموطأ، عن القعنبي عن مالك، عن يحيى عن مالك. الحديث السادس، وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر
أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، إلى آخر الحديث. قال: وحدثني، شكون اللي كيقولها؟ يحيى بن يحيى، عن مالك معروف، عن نافع مولى عبد الله بن عمر. نافع هذا الرجل مولى عبد الله بن عمر، مدني كثير الحديث عن أبي، كثير الحديث يكنى بأبي عبد الله. نافع مولى بن عمر كنيته أبو عبد الله، ثقة ثبت فقيه. ومما وقع له أن عمر بن عبد العزيز، لأنه كان فقيها، نحن قلنا ثقة ثبت فقيه، ولكونه فقيها عمر بن عبد العزيز في خلافته أرسله إلى مصر ليعلمهم السنن، يعني ليعلمهم الدين، ليفقههم في الدين. هذه العبارة قديما كانت تطلق على الفقه في الدين. وقيل لأحمد: إذا اختلف سالم نافع في ابن عمر أيهما يقدم؟ فلم يفضل، يعني لم يفضل أحدهما على آخر، مع أن سالما ابن ابن عمر ونافع مولاه، ومع هذا لم يرجح أحدهما على الآخر. لماذا؟ لشدة ولكثرة رواية نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. توفي نافع سنة 117 أو بعد ذلك، 117 أو بعد ذلك بقليل. إذن يقول ما عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر، وتقدم معنا نافع لن يتكرر، نافع مولى عبد الله بن عمر هو اللي كنلقاو غيجي معنا في احاديث اخرى. عن مالك عن نافع عن ابن عمر، قلنا من اكثر من روى عن عبد الله بن عمر مولاه نافع، لكن هذا الحديث ماشي عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب، عن عمر نفسه. شنو عندنا هنا؟ عن نافع مولى عبد الله بن عمر، ان عمر بن الخطاب. ونافع لم يلقى عمر، نافع لم يلقى، هو تابعي ماشي صحابي، وبالتالي فهوش لقي عبد الله ابن عمر بن الخطاب وأخذ عنه لأنه كان مولاه، لكنه لم يلقى عمر بن الخطاب. إذن ففيه انقطاع بين نافع وعمر، لعل الساقط هو عبد الله، ممكن يكون المحدث بهذا الحديث عبد الله ابن عمر عن أبيه عمر، لكن الشاهد هذا منقطع. لكن هذا الحديث وإن كان منقطع الإسناد تشهد له روايات أخرى ستأتي معنا إن شاء الله، تأتي معنا روايات تشهد له وتعضده وتؤيده، فيكون وش مقبولا بالروايات الأخرى التي تشهد له. إذن أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله، عمر بن الخطاب الصحابي الجليل، لم يتقدم لنا ذكره، هذا أول حديث لعمر بن الخطاب، القرشي العدوي أمير المؤمنين ثاني الخلفاء بعد أبي بكر، ضجيع المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدفون بجانب النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر الصديق، مناقبه جمه، ولقب بالفاروق لفرقه بين الحق والباطل، واختلف هل الذي لقبه بذلك جبريل أو النبي صلى الله عليه وسلم أو أهل الكتاب، روايات. ولي الخلافة 10 سنين ونصفا، ونصف سنة رضي الله تعالى عنه، واستشهد قتل شهيدا في ذي الحجة 23 رضي الله عنه ورحمه. إذن عمر بن الخطاب هذا الشيء فين وقع؟ هذا الخبر هذا الذي سيأتي معنا، هذا الأثر وقع في خلافته لما كان خليفة. كتب إلى عماله، بالتشديد عماله جمع عامل، والمراد بالعمال المتولون على البلاد. إذن عماله هم المتولون الذين ولاهم عمر على بلاد المسلمين، هل اللي ولاه على البصرة، اللي ولاه على الكوفة، اللي ولاه على مكة إلى آخره. هذوك العمال الذين ولاهم عمر بن الخطاب في خلافته كتب إليهم رسالة، أرسلها للجميع، نفس الرسالة نسخت نسخ منها وأرسلت إلى عماله، كل عامل في جهة، كل واحد في جهة، كل واحد بلاد وصلاته هد الرسالة. وانظروا إلى رسائل السلف من الأئمة ولاة الأمور إلى عمالهم ماذا كان فيها. كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. إذن كتب لهم: إن أهم أمركم عندي الصلاة، أي الصلاة المفروضة، الصلاة المكتوبة، هذه أهم شأنكم عندي بالنسبة لي، أهم من غير ذلك من أمور الدنيا، أهم أمركم عندي، أهم شأنكم عندي هي الصلاة.
قال فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه. من أنا حفظها؟ لأن عندنا حفظها وحافظ عليها، خص يكون بينهما فرق، ماشي بنفس المعنى. معنى حفظها علم ما لا تتم إلا به. إذن من حفظها صانها ورعاها بأن علم ما لا تتم إلا به من أوقاتها وشروطها وسائر شروطها وأركانها وكل ما تتوقف عليه صحتها وتمامها، هذا هو من حفظها. وحافظ عليها أي سارع إلى إيقاعها في وقتها. إذن عمر رضي الله عنه يتحدث عن أمرين، شكون هذا الذي يستحق الجزاء؟ شنو الجزاء؟ فقد حفظ دينه. شكون الذي حفظ دينه؟ هو الذي جمع في صلاته بين أمرين، جوج الحويج، حفظها وحافظ عليها. حفظها علم ما لا تتم إلا به، علم كل ما تتوقف عليه صحة الصلاة وتمامها، علم أوقاتها وسائر شروطها من طهارة وغير ذلك، وسائر أركانها وفرائضها وكل ما تتوقف الصلاة عليه صحة وكمالا، هذا هو معنى حفظها. وحافظ عليها هو العلم، كين من بعد العلم شخص خاص العمل، بعد العلم يأتي العمل. إذن حفظها يتضمن العلم، وحافظ عليها يتضمن العمل، وسارع إلى فعلها في وقتها سابق. وهذا هو محل الشاهد، لأن الكلام عندنا في الباب فاش في وقوت الصلاة. إذن المقصود حافظ عليها، الثاني اللي هو سارع إلى فعلها في وقتها. فقد شنو الجزاء؟ حافظ دينه. إن من حفظها حفظ دينه، إذن من شرطية، حفظ هذا فعل الشرطي، حفظ دينه الثاني جوابه الشرطي. واختلف بين الجزاء والشرط، لأنه قد يقول قائل هما متحدان، لهما مختلفان من حيث التعلق، لأنه في الأصل في اللغة العربية لا يجوز اتحاد الشرط والجواب، لأن اتحاد الشرط والجواب لا فائدة فيه. إذا قلت لكم من جلس فقد جلس، هذا كلام لا فائدة فيه. من قام قام، من قام زعما قام فعل الشرط وقام جواب، هذا لغو في العربية، لا بد من الاختلاف بين الجواب والشرط. هنا حفظ حفظ، قد يقول قائل هما متحدان وهذا لا يجوز في اللغة، الجواب هما مختلفان من حيث المتعلق، لأنه فرش قال حفظها وفتاني حفظ دينه، فرق بينهما، الأول حفظ الصلاة والثاني حفظ دينه، فالفرق من حيث المتعلق، كقوله عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. اختلف بينهما بين الشرط والجواب في المتعلق، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا كانت هجرته إلى الله ورسوله جزاء وثوابا، واضح؟ ولهذا صح الكلام، لأنه الفرق بينهما فاش من حيث المتعلق. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا كانت هجرته فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وجزاء، لهذا صح. أما يقول قائل في العربية من قام قام، هذا كلام غير مفيد، تحصيل حاصل، من قام قام قال لك هذا شرط وهذا جزاء، من جلس جلس، هذا كلام غير مفيد، لغو هذا، لأن فعلا من قام عرفناه قام، شنو الله وضع المعنى. إذن هنا حفظها حفظ دينه، فرق بينهما في المتعلق، وهذا يعطينا الفائدة، ما دام كاين فرق في المتعلق فالفائدة حاصلة، وبالتالي فهذا جائز. إذن هذا الشطر الأول، قال من حفظها وحافظ عليها زد فحفظ دينه، حفظ الجواب. ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. نعم، المعيار في الدين والمعيار عند من سلف من هذه الأمة هو الصلاة. المعيار في محافظة الإنسان على دينه أو في تهاونه بدينه هو الصلاة. إذا أردت أن تعرف قدر الإنسان أو اهتمام المرء بدينه فانظر إلى اهتمامه بصلاته، فإن كان محافظا عليها فإنه محافظ على دينه في الغالب في الجملة. لكن هذه القاعدة اللي تأخذها بالعكس مضطردة، من وجدتموه مضيعا للصلاة، شو معنى مضيعا لها؟ متهاونا بها يؤديها بعد خروج وقتها، ماشي ما كيصليهاش قال لا كيصلي، لكن كيصلي وقت ما سأل، وقت ما أبغى، وقت ما قال لي راسه، يتهاون بأدائها في وقتها المحدد لها شرعا، تكيس لعدي أديها. من وجدتموه مضيعا للصلاة يؤخرها ويخرجها عن وقتها فهو لما سواها أضيع قطعا. لا يمكن يستعداد الواقع يدل عليه، لا يمكن أن تجد رجلا أو امرأة شخصا مضيعا لصلاته ومحافظا على ما بقي من الدين
بمعنى أن تجده حريصا على كل أمر دينه إلا الصلاة. الصلاة شي شوية كيتهاون فيها كيخرجها على وقتها، لكن باقي أمور الدين متمسك بها غير التمسك. أبدا لا يكون، أبدا لا يمكن أن يكون. ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. الواقع يدل على ذلك. إذا كان تفريط في الصلاة راه يكون تفريط في أمور أخرى قطعا، في الوقوع في بعض الشهوات وبعض المحرمات، والتهاون والتكاسل في بعض المنهيات، والتفريط في بعض الواجبات الأخرى بسبب تضيع الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا لمن حافظ عليها. من لم يحافظ عليها ما الذي ينهاه عن الفحشاء والمنكر؟ إذا العبرة في الدين، والعبرة عند من سلف من هذه الأمة باش بالمحافظة عرص. إذا أردت أن تعرف تمسك المرء بدينه فانظر إلى حاله مع صلاته. إن كان محافظا عليها مهتما بها لا يخرجها عن وقتها ولا يضيعها رجلا أو امرأة، فإن شاء الله يصلح حاله فيما بقي من دينه وإن كان متهاونا. وخط القهدة بشي شوية مقصر في شيء أمور أخرى إن شاء الله سيصلحها، يرجى له إصلاح الأمور الأخرى فيما يأتي. لكن إذا مضيع صلاته لا ترجو إصلاح غيرها حتى يصلح صلاته هي الأولى. لا يرجى له إصلاح غيرها إذا كان مضيعا لها، لأن يش عمود الدين خاصة تيقات صلاته الأولى، عاد ممكن أن يرجى له إصلاح ما عداها. قال ومن ضيعها، اش معنى ضيعها؟ اكثر شرح حديث قصدوا اش اخرها عن، لان السلف خصنا نعرفوا في زمن الصحابه وزمن التابعين ما كان يعرف امر ترك الصلاه. لم ينقل في اثر صحيح ولا ضعيف ان احدا من المسلمين في زمن الصحابه والتابعين كان مسلما ولا يصلي. فلان رايش ولكن مسكره ما كيصليش، ما كان معروفا هذا ابدا عند من سلف. لم ينقل فيه اثر عن من سلف شي حد مسلم ولا يصلي رأسا تاركها بالكلية، ما كانش. كان عندهم تهاون بالصلاة، تأخيرها إخراج عقتي كانوا بعض، لكن واحد لا يصلي رأسا ما كانش هذا أمر معروفا عندهم. إذن فهو يقصد بقوله ومن ضيعها، ما معنى ضيعها؟ أخرها، أخرج تهاون بها كي يصلي، لكن كي يصليها وقت ما شاء وكذا إلى آخره، لم يحافظ عليها. فهو لما سواها أضيع، لأنها هي سياج الدين، بها يحفظ الدين. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها عمود الدين، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن أول ما يحاسب به المرء يوم القيامة أي عليه، الباء بمعنى على الصلاة. فإن صلحت صلح سائر عملي، وإن فسدت فسد سائر عملي. إذن من ضيعها أخرها تهاون بها أخرجها عن وقتها فهو لما سوى هذه. وقد قيل هذا المعنى قاله كثير من السلف في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هؤلاء ما تركوها بالكلية، لأنه لم يقل الذين هم ساهون في صلاتهم، قال ساهون عن صلاتهم، يعني إيش؟ يؤخرونها، يخرجونها عن وقتها، وليس المعنى أنهم تركوها بالكلية. ونفس المعنى قال به كثير من السلف في قول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، بناء على أن المراد به هذه الأمة. إلى فسرنا بأن المراد بهذا الكلام هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكثير من السلف قالش أخروها ولم يتركوها بالكلية. وإن قيل المراد به من سلف ومن لحق بمعنى هو على عمومه، فخلف من بعدهم خلف أي من بعد من ذكر من الأنبياء، من أنبياء بني إسرائيل، فتشمل اليهود والنصارى ممن جاءوا بعد أنبيائهم ورسلهم، وكذلك من جاء من هذه الأمة، فيدخل فيها الأمران من أخرها ومن تركها بالكلية. إذن قال ومن ضيعها أي الصلاة فهو لما سواها أضيع. شو معنى لما سواها؟ فهو لغيرها أشد ضياعا، أضيع هذا اسم تفضيل، فهو أكثر ضياعا لغيرها، لما سواها لغيرها من العبادات. راه الا ضيع الصلاه غتلقاه مضيع عبادات اخرى من باب اولى، هذا هو معنى اضيع، اشد واكثر تضييعا لغيرها من العبادات. اذا قلنا هذا الحديث فيه انقطاع ياك بين نافع وعمر بن الخطاب، لان نافعا لم يلقى عمر، لكن تشهد له احاديث اخرى. من الاحاديث الاخرى التي تشهد لهذا المقطع الاول، لان المقطع اللي جاي معنا ثم كتب هذاك احاديث الباب كلها تشهد له، لكن هذا المقطع الاول اللي دابا وقفنا عنده تشهد له أحاديث، منها ما رواه البيهقي في الشعب، في شعب الإيمان، من طريق عكرمة عن عمر قال جاء رجل فقال يا رسول الله أي شيء أحب عند الله في الإسلام؟ قال الصلاة لوقتها، ومن ترك الصلاة فلا دين له، والصلاة عماد الدين. وفي البخاري عن أنس
كيقول أنس بن مالك ما أعرف شيئا مما كان على عهد رسول الله. قال ما أعرف شيئا، سأل ما أعرف شيئا مما كان على عهد رسول الله، استفهام هذاك استفهام، ما أعرف شيئا مما كان على عهد رسول الله. قيل الصلاة، قال أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ هو يعلم أنهم يعلمون، لكن أراد بسؤاله التقرير، ولهذا جاوبوا الجواب الصحيح، لكن أراد تقريرهم. إذن هذا الشيء يسمى استفهاما تقريريا. قال ما أعرف شيء مما كان على عهد رسول الله. شنو معنى أعرف شيء؟ أي أكثر شيء علما ومعرفة على عهد رسول الله، اسم من الدين. فقيل، قال له أحد أجابه، قال لي الصلاة. فقال أليس ضيعتم، يخاطب الناس في ذلك الزمن، لأن أنس عمر، أنس بن مالك رحمه الله عمر، عاش أكثر من 100 سنة، يخاطب أهل زمانه، يقول أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها، لأنه رأى في زمانه التهاون بها وتأخيرها عن وقتها، إخراجها عن وقتها، شاف هذا الأمر فشى وانتشر، فقال أليس ضيعتم ما، وهذا هو قصده من الكلام أصلا، هو بغى تنبيه على هذا الأمر. فذاك الاستفهام الأول التقريري هو توطئة لي ينبئهم على، بمعنى كيقول لهم انتم عارفين ان اعرف شيء كان عند الصحابه على زمن رسول من الدين هو الصلاه، وانتم الان تضيعون ما تضيعون فيها. هذا هو وجه الانكار. وفيه ايضا، اي في صحيح البخاري، عن الزهري قال دخلت على انس بدمشق وهو يبكي، فقلت له ما يبكيك؟ قال لا اعرف شيئا مما ادركت الا هذه الصلاه، وهذه الصلاه قد ضيعت. هذا يؤيد الاثر السابق عن أنس نفسه. إذن في زمانه لما كان بدمشق في الشام، رأى قوما ينتسبون إلى الإسلام من المسلمين يضيعون الصلاة، فجاء عنه لك. فالمقصود هذه الأحاديث وما شابهها تؤيد هذا المقطع الأول من حديث عمر بن الخطاب، وبالتالي فهياش تؤيد الانقطاع الذي ورد فيه. أما ما بقي هذا الكلام اللي ما زال جاي معانا في حديث عمر، فهذا كما قلت أحاديث الباب تشهد له. دابا الآن هاد الشواهد اللي جبناها شواهد متابعات، لماذا؟ للجزء الأول اللي هو من حافظ عليها وحفظها إلى آخره. أما ما بقي فكل ما في الباب يشهد له، غير جمعنا أحاديث بنفس ما في هذا، ما في هذه التتمة للحديث، لأن ما زال حديث عمر لم ينتهي، والانقطاع في الحديث كله ماشي في هذا الجزء الأول، واضح؟ فقد تقول لماذا أتى بالشواهد للجزء الأول ولم يأتي بالشواهد للجزء الثاني مع أنه حديث واحد، واضح المعنى؟ الجواب أن أحاديث الباب كلها شواهد للجزء الثاني، أما الجزء الأول فقد ذكرنا له شواهد. وقال بعض السلف المراد بتضييعها تركها، هذا جاء عن ابن مسعود في قول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. وذكرنا في التفسير، ذكرنا قولين ذكرهما ابن جزي في هذه الآية، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، قيل أخروا وقيل تركوها، وهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ويشهد لهذا القول الثاني ما رواه ابن سعد عن ثابت قال رجل لأنس فالصلاة، قال جعلتم الظهر عند المغرب، أفتلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ بمعنى تؤخرون الصلاة عن، تخرجون الصلاة عن وقتها. وقيل هذا القول الثاني، لاحظوا كاين قول ثالث في المراد بتضييع الصلاة في الحديث، وهذا هو معنى مقبول صحيح. قيل المراد بتضييعها في كلام عمر بن الخطاب تأخيرها عن وقتها المستحب، فيكون هذا الإنكار من عمر كالإنكار الذي سبق معنا من عروة على عمر بن عبد العزيز، غير تأخير لها عن وقتها المستحب. لماذا؟ لأن هذا لم يكن معلوما معروفا في زمن الصحابة، غالب حالهم وشأنهم أنهم كانوا يصلونها في أول الوقت. وعمر في زمنه رأى أن الناس صاروا يتهاونون بالمبادرة والتعجيل ويفوتون وقتها الأول المستحب مع أنهم يصلون في الوقت، فقال ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. هذا مما قيل به، لكن الأكثر على أن المراد أخرجها عن وقتها. ثم قال عمر، ثم جاء في الحديث ثم كتب أن صلوا. شكون اللي كيقول لنا كتب؟ دابا اللي عندنا احنا في السند هو نافع، نافع يخبرنا أن عمر كتب، أسقط واسطة بينه وبين عمر ولهذا كان منقطعا. إذن يقول نافع ثم كتب، شكون الذي كتب؟ عمر بن الخطاب الخليفة، خليفة المسلمين حينئذ، أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى آخره. اشتهد الكلام هذا اللي أتي معنا
دابا هذا الكلام كافي فين داخل؟ في الكتاب، في الرسالة التي أرسلها عمر إلى عمالي. هذا الكلام اللي جاي معنا غيتكلم لهم على صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذا شو يسمى؟ هذا تفصيل بعد إجمال. رجل لهم في الأول من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، فبين لهم كيفية المحافظة عليها، فصل أجمل ثم فصل بين لهم بالضبط وقتاش ينبغي أن يصلوا، أن يصلوا الصلاة في وقتها وأن يعجلوا بها. واضح المعنى؟ قال ثم كتب، أي عمر مخطف في تلك الرسالة، أن صلوا. هذا أن شو تسمى؟ تفسيرية، تفسيرية، لأنه كتب كلاما، كتب قولا، فجاءت مفسرة للكتابة الذي تتضمن القول، لأن الكتابة تتضمن القول، وما بعد أن جملة جملة وليس مفردا، وهذه أن تفسيرية، أن تفسيرية يأتي بعدها كلام فيه معنى القول دون حروفه، ومن بعد تأتي جملة مفسرة لذلك القول، وفسرات لي جملة بها القول يرى بلا حروفه ولم تقترني بخافض نحو دعوت أنقيني. كل هذه الشروط توفرت هنا. ثم كتب أن صلوا الظهر، إذن كتب إليهم، فسر الكتابة، صلوا الظهر إذا كان فيه، إلى آخر الكلام. إذن كتب إليهم قال صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا. الفيء راه تكلمنا عليه، قلنا شنو الفيء؟ الظل الذي يكون بعد الزوال من جهة غروب الشمس. قبل الزوال يكون الظل، قبل الزوال يكون الظل من جهة الغروب، وبعد الزوال يصير الظل من جهة شروق الشمس. إذن هذا الظل الذي يرجع إلى الجهة التي كان فيها الشمس يسمى فيئا، لأن الفيء في اللغة هو الرجوع. إذن قال لهم صلوا الظهر إذا كان الفيء، الفيء ذراعا، يعني الظل الذي يكون بعد الزوال إذا وصل إلى مقدار الذراع. مقدار الذراع ممكن نقول مقدار تقريبا 80 سنتيمتر هكذا تقريبا، أو متر على الأكثر. إذا صار ظل الأشياء مترا قال لهم صلوا حينئذ الظهر. وهذا فيه إيش؟ فيه الإشارة إلى أنه ينبغي، يستحب الإبراد بها عند الهاجرة، والهاجرة هي اشتداد الحر، عند اشتداد الحر يستحب الإبراد بها، تأخيرها قليلا. إذن قال إذا كان الفيء ذراعا، أي بعد زوال الشمس وهو ميلها إلى جهة، يعني الشمس كتميل جهة المغرب والظل يصير جهة المشرق، جهة شروق الشمس، والشمس تكون جهة المغرب. وهذا ما استقر عليه الإجماع. شنو استقر عليه؟ أن الظهر خاصة تصلى بعد الزوال، بعد الزوال، بعد أن يصير الظل فيئا، وهذا كيكون بعد الزوال. علاش قلنا استقر عليه الإجماع؟ قالوا لأنه كان قديما قد وقع خلاف في أول الظهر، فقيل مما روي عن بعض الصحابة أن وقت الظهر يدخل قبل الزوال، هذا قيل به قبل الزوال، خلاف قديم، لكن بعد ذلك استقر الإجماع على أن وقت الظهر يدخل بعد الزوال. وباقي واحد الخلاف سيأتي معنا في الباب الموالي إن شاء الله في وقت الجمعة بين الإمام أحمد وجمهور أهل العلم في الجمعة بالخصوص. أما سائر الصلوات فقد وقع الإجماع أو كاد على أنه لا يصلى الظهر إلا بعد الزوال، لكن الجمعة محل الخلاف سيأتي معنا بعد عن أحمد وإسحاق. قال أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، إلى أن يكون يعني إلى أن يصير ظل أحدكم مثله. ذكر لهم آخر وقت الظهر دخلش، إذا صار ظل الشيء مثله، هذا شكي تسمى وقت العصر، وقت العصر عفوا، هذا وقت العصر. إذن أشار إلى آخر وقت الظهر، لأن قلنا آخر وقت الظهر يدخل بعده وقت العصر مباشرة، لا توجد واسطة بينهما، ما كينش وقت اضطراري بين وقت الظهر ووقت العصر، وقت ضروري لا يوجد فاصل. إذا خرج وقت الظهر بأن صار ظل كل شيء مثله دخل حينئذ وقت العصر. فإذا قال لهم عمر راه كيمتد، يمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. قال والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية. والعصر بالنصب علاش معطوف؟ على قوله الظهر قبل، والظهر باش منصوب بقوله صلوا. إذا التقدير صلوا الظهر إلى آخره، وصلوا العصر
والشمس مرتفعة بيضاء نقية. والشمس هذيك الواو والحال والجملة الاسمية في محل نصب حال. إذن والعصر أجمعتوا فلا الظهر تقدير وصلوا العصر. والشمس مرتفعة حال كون الشمس مرتفعة بيضاء واضحة نقية أي لم يتغير لونها ولا حرها. هنا قال مالك رحمه الله كما روي عنه في المبسوط كيف سر لنا ما معنى والشمس بيضاء نقية. هل الشمس تكون نقية بالنظر إليها ولا بالنظر إلى ضوئها في الجدر والأرض؟ قال مالك كما روي عنه في المبسوط أش بالنظر إلى أثرها ماشي بالنظر إلى عين الشمس. يعني كيفاش بيضاء نقية؟ ملي كنشوفوا الضوء ديال الشمس في الأرض كيبان لنا البياض، في الجدر في الحيطان كيبان لناش البياض. فهذاك هو المراد بيضاء واش نقية. قال لك لا بالنظر إلى عينها، وقال بعض أهل العلم بالنظر إلى عينها بمعنى قبل أن يظهر عليها صفرار. وفي الحقيقة هما متلازمان، لأن الشمس ملي كتكون هي بيضاء كيكون الضوء ديالهاش أبيض. في الأرض إلا بغينا نشوفوا ضوءها في الأرض ولا في الجدر ولا في البيوت ولا في الأشجار ولا كذا نجدهاش أبيض، وعندما يصير لها صفرار يصير ضوءها كذلك. إذن فضوءها منعكس عنها، إن كانت بيضاء كان الضوء أبيض، وإن كانت صفراء كان الضوء أصفر. إذن الشاهد قال بالنظر إلىش إلى ضوئها في الأرض والجدور. فملي كنشوفوا الضوء ديالها الأثر ديالها في الأرض والجدور إلى بلنا أبيض، إذن راه مازال وقت العصر، مازال وقت العصر حينئذ. طيب متى ينتهي؟ قال والشمس مرتفعة بيضاء نقية. هاد نقية غير تفسير البيضاء، نقية ما فاتناش شي حاجة زايدة على بيضاء، لأن البيضاء هي النقية والنقية هي البيضاء. بيضاء فسر لي بيضاء نقية لم يتغير لونها ولا حرها، والعلامة كما ذكر مالك رحمه الله. قال والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس. بمعنى أنه يمتد وقتها، بغي يبين لهم أن الوقت ديال العصر هو موسع. شوفوا يمتد وقتها هذا المقدار، شنو هذا المقدار؟ قدر ما يسير الراكب ماشي اللي غادي على رجله فرسخين أو ثلاثة، والصحيح ثلاثة لأن يعني الراوي شك واش قال اثنين ولا ثلاثة، لكن جاء في روايات أخرى ما يدل على المراد ثلاثة فراسخ. والفرسخ ثلاثة أميال، والميل كيلومترين تقريبا، فالميل واحد كيلومترين تقريبا. إذن إذا كان الفرسخ ثلاثة أميال والميل نديروا ليه كيلومترين، إذن كل فرسخ فيه ستة كيلومتر، إذن في ثلاثة شحال؟ 12 كيلومترا. واضح؟ شحال قلنا؟ ستة مضروب في 18 كيلومترا، يعني المقدار الذي يسير الراكب 18 كيلومترا. هذا كله مقدار لصلاة العصر من أول دخول وقتها إلى وقت الاصفرار، ماشي إلى غروب الشمس، لأنه كيتكلم على الوقت الاختياري لا على الوقت الضروري، على الوقت الاختياري. قال ولهذا قال قبل غروب الشمس ماشي عند غروب الشمس، قبل غروبها. إذن ما مراده؟ مراد عمر رضي الله عنه أن يصلوا العصر قبل الاصفرار، لأنه إذا ظهر للشمس اصفرار فذاك الوقت الضروري، ولا يجوز تأخير الصلاة إلى الوقت الضروري، لا يجوز. من أخرها إلى الوقت الضروري بلا عذر فهو آثم، وفي الأجر على صلاته خلاف، هو آثم، وصلاته عند الأكثر لا تبرأ بها إلا الذمة، ليست إلا لبراءة الذمة لا لشيء آخر، لأن هذا إخراج عن وقتها الاختياري. إذن وقتها الاختياري من حين أن يصير ظل كل شيء مثله إلى الاصفرار. هاد إلى الاصفرار قدره لهم عمر بمسير الراكب فرسخين أو ثلاثا قبل غروب الشمس. الفرسخ كما قلنا ثلاثة أميال، إذا قلنا تقريبا إلا قلنا فرسخين غنقولوا 12 كيلومترا، يسير الراكب 12 يسير 12 كيلومترا، وإن قلنا ثلاثة يسير 18 كيلومترا راكب، هذا راكب على دابة. إذا الشاهد قصده بهذا قبل الاصفرار، إذا وصل الاصفرار ذلك الوقت الضروري، بمعنى لا يجوز لكم تأخير الصلاة. هو الآن يوصي، واش غيوصيهم يقول لهم صليوا حتى الاصفرار؟ أيوصي يكتب وصية، الاصفرار لا يجوز تأخير الصلاة إليه. إذن يقصدوش قبلاش الاصفرار، لأنها من الاصفرار إلى الغروب ذلك وقت ضروري. إذن هو العلاش وصاهم دبع العصر.
قال والمغرب إذا غربت الشمس. تقدير الكلام وصلوا المغرب تهم بالنصب معطوف على الظهر. وصلوا المغرب إذا غربت الشمس. ولاحظ قال كلامه هنا جيد، قال والمغرب إذا غربت الشمس ولم يقل إلى، لم يذكر انتهاء. لماذا؟ لأن الأصل في المغرب إيش؟ التعجيل. الأصل في المغرب أنه ينبغي أن تعجل، بل قال المالكية، المالكية عندنا كيقولوا وقت المغرب مضيق. شنو هو الضابط ديال وقت المغرب المضيق؟ قالوا وقتها الاختياري هو من حين أذان المغرب، من حين أن تغرب الشمس، والقدر الذي يكفي للاستعداد لها لتحقيق شروطها. يعني الوقت اللي عندك قبل ما تدخل في صلاة المغرب هو الوقت الذي يكفي لتحقيق شروطها، أن الإنسان يستر العورة ديالو، ما كانش لابس حويجه، يتوضا ويستعد لها. إذا ذاك المقدار الذي يكفي للتجهز لها مع وقت أدائها، هذا هو وقت المغرب. من أخرها قليلا عن هذا فقد أخرجها عن وقتها الاختياري عند المالكية. عندنا احنا في المذهب الصلاة المغربي وقتهاش مضيق. شنو الضابط ديالها بعد غروب الشمس؟ ما يكفي للتجهز لها، ما يكفي للاستعداد لها بتحقيق شروطها من ستر عورة ووضوء ونحو ذلك. فقط تجهز للصلاة، اللي كان خاصه يغتسل يغتسل، ومن ليس كذلك يتوضأ ويسر العورة. بهذا المقدار ووقت أداء الصلاة، هذا هو الوقت الاختياري. ما تجاوز ذلك فهو عندنا وقت ضروري. وإذا كان ضروريا ما معناه؟ لا يجوز تأخير الصلاة إليه، لأنه ضروري، لا يجوز تأخير الصلاة إليه. وكيبقى الوقت الضروري من بعد ذلك إلى غياب الشفق الأحمر، يعني إلى أن يدخل وقت العشاء. هذا كله وقت ضروري، ده وقت ضروري أكثر أطول من الوقت الاختياري عندنا في المذهب للظهري. ومما يستدل به على هدف المذهب هذا الحديث، إلا لاحظتوا عمر لما تكلم على الظهر ذكر بداية ونهاية، العصر ذكر بداية ونهاية، لكن المغرب لا، قال والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق، وذكر نهاية العشاء. شوف إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، لكن المغرب لم يذكر له نهاية، قال والمغرب إذا غربت الشمس. شوف إذا غربت، إذا ظرف، ظرف ظرف حين غروب الشمس، إذا غربت أي وقت غروب الشمس، ملي تغرب ديك الساعة صليو المغرب. والمغرب إذا غربت الشمس، هذا قال الشارح مبادرين بها لضيق وقتها في المذهب. هذا مذهب المالكية، والجمهور يقولونش وقتها موسع إلى غياب الشفق الأحمر، إلى أن يدخل وقت العشاء، يعني مثل الظهر مع العصر كذلك المغرب مع العشاء. قال إذن هو ذكر لهم المغرب والعشاء، قال والعشاء إذا غاب الشفق يقال له الشفق الأحمر. شنو هو الشفق الأحمر؟ هي واحد الحمرة تكون في الأفق قريبة من الحمرة التي تكون معترضة في الأفق لطلوع الفجر الصادق، اللي كنا تكلمنا عليها في الفجر الصادق. والحمرتان معا، الحمرة ديال اللي كتكون قبيل العشاء واللي كتكون في أول طلوع الفجر معترضة بجوج، هما معا من أثر الشمس. غير الحمرة ديال الفجر من أثر طلوع الشمس، راه الشمس بدات الضوء ديالها كيبان، وحمرة العشاء من أثر غروب الشمس، هي حمرة حمرة من جاية من الشمس. واضح المعنى؟ إذن قال إذا غاب الشفق، ديك الحمرة التي تكون معترضة في الأفق تزول تذهب، كتكون مور المغرب حمرة، فإذا ذهبت الحمرة وبقي السواد الحالك الظلام، حينئذ دخل وقت العشاء وذهب وقت المغرب الضروري عندنا والاختياري عند غيرنا. قال إذا غاب الشفق أي الحمرة في الأفق بعد غروب الشمس إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل. وهذا هو المشهور عندنا في المذهب، أن آخر وقت العشاء الاختياري هو ذهاب ثلث الليل. وثلث الليل ذكرت لكم الضابط من أين يعد، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. كنحسبوا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر كم عندنا؟ والأمر سهل في زماننا، عندنا الساعة والدقيقة والثانية، الأمر سهل جدا، ونقسمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الثلث، إذن آخره هو وقت صلاة العشاء. مثلا الآن معاش كيأذن المغرب، أعطيه مثال تطبيقي لهذا، ماشي يأذن المغرب مثلا الثامنة والنصف، غير تقريبا جعلوه الثامنة والنصف، والفجر مثلا الرابعة والنصف، من باب التقريب زدنا فهذه شوية وأخرنا فهذه شوية، الرابعة والنصف. طيب الثامنة والنصف رابعة والنصف، حالنا من ساعة ما؟ ها؟ ثمانية ساعات، قسموها على ثلاثة من باب التقريب فقط،
شحال؟ جوج وربعين دقيقة. إذا غنحسبوا من غروب الشمس ساعتين وأربعين دقيقة، يعني من الثامنة والنصف، التاسعة والنصف، العاشرة والنصف، ساعتين نزيدوا عليها أربعين دقيقة، شحال؟ الحادية عشرة وعشر دقائق، والحادية عشرة إلى الحادية عشرة والربع، ياك؟ ياك؟ طيب شحال بقي الآن من الحادية عشرة؟ نديروا حتى النصف، الحادية عشرة والنصف، كم بقي من ساعة الفجر؟ الثانية عشرة والنصف، الواحدة عشرة، خمس؟ خمس ساعات. إذا حتى الحادية عشرة والنصف هذا هو عندنا في المذهب، هذا هو آخر وقت صلاة العشاء. عندنا في المذهب آخرها هو الثلث الأول، مضي الثلث الأول. ملي ندخلوا في الثلث الثاني، إلا دخلنا في الثلث الثاني أخرجنا الصلاة عن وقتها الاختياري، دخلنا في الوقت الضروري من حين من أول جزء من الثلث الثاني إلى طلوع الفجر، هذا كله الوقت الضروري، يعني لا يجوز تأخير الوقت الصلاة إليه اختيارا إلا لعذر، اختيارا لا يجوز. إذا الآن في هذا الفصل، هذا الصيف، وقت العشاء ممكن نقوله مضيق مقارنة مع فصل الشتاء، مضيق. فصل الشتاء ممكن تأخر تل 12 الليل، تل وحدة، تل لأنه ليل طويل، ليل تكون فيه 12 ساعة أو نحو ذلك، لكن الآن وقت العشاء مضيق بناء على ما في المذهب من أن آخرها هو ثلث الليل. طيب شنو القول الآخر لخارج المذهب؟ القول الآخر، هناك قولان آخران، القول الآخر عند بعض الفقهاء أن آخر وقت العشاء الاختياري هو نصف الليل، يعني هذه الساعات اللي حسبنا ده باش حسبنا، قلنا 8 ساعات باش حسبنا 8 ساعات، غنقسموها إلى قسمين كيجعلوا آخر الوقت ديال المغرب العشاء هو منتصف الليل. إذا غنقسموا هاد الساعات إلى أربع ساعات، وغنحسبوا من الثامنة والنصف أربع ساعات، التاسعة والنصف، عشرة، الحادية عشرة، الثانية عشرة والنصف، يعني حتى 12 تقريبا، حنا غير ذكرنا من باب التقريب، ما دققناش في الضبط في الدقائق، إلى الثانية عشرة والنصف، هذا هو الوقت الاختياري عند الحنابلة وبعض الفقهاء الذين خالفونا. وبعض الفقهاء قال صلاة العشاء ليس لها وقت اختياري وضروري، ما عندها وقت واحد، كله اختياري تل الفجر إلى الفجر، لكن الآثار اللي جاية معنا نص في أن لصلاة العشاء إيش؟ نهاية في وقتها الاختياري، عندها نهاية. وعمر شوف يقول والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، ممكن يقول لهم إلى الفجر، لو كان موسعا إلى الفجر يقول إلى الفجر. إذن قوله إلى ثلث الليل أي إلى انقضاء ثلث الليل الأول، دخلنا في الثلث الثاني من الليل أخرجنا الصلاة عن وقتها الاختياري، واضح؟ ولهذا يجب التنبه إلى الإنسان لم يصلي في المسجد لعارض يحاول ما يفوتش بها، إن أراد الخروج من الخلاف ما يفوتش فيها الثلث الأول، فإن تجاوز فلا يتجاوزن النصف، نصف الليل، نصف الليل مش 12، نصف الليل يختلف على حسب الفصول، نعد الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فقد يكون نصف الليل مع الثانية عشرة أو الثانية عشرة والنصف أو الواحدة والواحدة والنصف أو الواحدة والربع أو عشرين على حسب الوقت ديال المغرب ووقت الفجر. إذا هذا لا أخرت كاع إلى نصف الليل، لأنه غيجي معنا حديث آخر في الباب غيقول لنا فإن أخرت فإلى شطر الليل، وهو أيضا من كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أحد عماله، كتب لي فإن أخرت فإلى شطر الليل أي نصفه. إذن الشاهد يقول إلى ثلث الليل، ثم قال عمر، شوفوا الوصية ديالو في الخضية باش تسمع، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، هذا دعاء، هذا دعاء، من نام فلا نامت عينه، دعا عليه عمر بن الخطاب بعدم الراحة، لأن نوم العين يستلزم الراحة، كناية عن الراحة، الإنسان ملي كتنام عينه كيرتاح، فكأن عمر كيقول فمن نام أي عن العشاء، ما صلاش العشاء في وقت نعس على العشاء تفاق مع الفجر، فلا نامت عينه، لا النافية إذا دخلت على الماضي ولم تتكرر تدل على الدعاء، ماشي النفي، كيكون المقصود بها الدعاء، مثل أن تقول لا حرمك الله من الجنة، لا أضلك الله، دعاء، هذا كذلك لا نامت عينه من باب الدعاء، يدعو عليه بعدم الراحة، وكرر ذلك ثلاث مرات للتنفير، لزيادة التنفير، كان ممكن يدعي مرة واحدة عاود فلا نامت عينه، فلا نامت عينه، للتنفير من النوم عن صلاة العشاء، وهذا يفعل كثيرا في البوادي، شتي في البوادي لشدة التعب، عندهم عمل كثير شاق، وهذا وسط النهار، وخاصة في مثل هذا الفصل، فصل الصيف، نهار طويل وعندهم تعب شديد، ولا يدخلون في الغالب إلا إذا غربت
الشمس، فمن شدة التعب قد ينام الواحد منهم عن صلاة العشاء، يصلي غير المغرب ويتعشى وينعس. فقال من فلا، كرر ذلك ثلاث مرات يدعو عليه بعدم الراحة. إذا شو مطلوب من المسلم؟ أن يبقى مستيقظا حتى يصلي العشاء، عاد بعد ذلك ينام. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النوم قبل العشاء وعن السمر بعدها، نهى عن النوم قبلها والسمر بعدها. علة النهي عن النوم قبل العشاء كما ذكر كثير من أهل العلم كالحافظ بن حجر، العلة هي الخوف من إخراج صلاة من النوم عن صلاة العشاء، من إخراجها عن وقتها، لأن الإنسان كيكون متعبا من عمل النهار، نهار كامل وخدام، فإذا دخل إلى نعس قبل المغرب في الغالب لا يستطيع الاستيقاظ، لأن صافي هو بالنسبة له بدأ النوم ديال الليل، والإنسان يلاه بدأ النوم ديال الليل وتفيقه لا يصعب عليه ذلك، ولهذا نهي عن النوم قبلها لهذه العلة. فقال بعض أهل العلم من كان يوجد عنده من يوقظه، شي حد كاين في داره اللي غيفيقه، أو يعلم من نفسه بالعادة الاستيقاظ، فلا بأس أن ينام إذا علم من نفسه الاستيقاظ لصلاة العشاء. وأختم بفائدة قوله فلا نمت عينه، هذا مفرد، والإنسان كتنام العينين بجوج ديالهم شي غير وحدة، وهنا قال عينه، المراد الجنس، هذا المفرد عينه يقصد به الجنس لا المفرد، إذا جنس العين فيشمل العينين، واضح المعنى؟ وإذا المعنى فلا نامت عيناه. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم وجل وحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.